السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل الشباب الجزائري داخل وخارج الوطن. عندنا ضيف عزيز، ممثل الثاني للجزائر، هو الأخ والمدرب الخلوق القدير عادل عمروج، مدرب منتخب تنزانيا. مرحبا بك أخ عادل في قناة أورو في نكديزة. المرة الحوار الثاني بعد الحوار اللي جريناه في 2019 في بوتسوانا، مدينة كابورون بوتسوانا. مرحبا بك أخ هواري، كما يقولوا وفكرتنا في وهرم الباهيه، وهرم الباهيه توحشناها. يا اخويا مرحبا بك، سافي توجور بليزير كما يقولوا باش نتلاقى مع احبابنا لي زالجيريان، لي زونترينور، لي جورناليست، لي بلوكر، كاع كاع توكي الجيريان، انتاج وطني مرحبا به، سي توجور ان بليزير و ايشانجي. ما في بعض الاحيان ناس ربما مش يعني في صحافه مكتوبه ولا صحافه مرئيه، مواقع تلقى ناس يعني يقفوا مع الحق، يفهم الحق وما يقولوش كلام، يهضروا امور اللي الاغلب كان ناس اللي عندهم شخصيه وشجعان، وكان ناس اللي ما عندهم شخصيه وجبناء بين قوسين، لان ما يقولوش كاسكو لو فون دو لور بونسي. يعني في الحقيقه تقول الصح الناس ما تحبكش، هذا هو. لهذا النسبه تاع الحب هذاك نخلي الحمد لله يقعد عند العائله، واللي حبنا مرحبا بيه، اللي حبنا يا خويا وشغل اللي حبنا شغل له. ندخلوا في لب الموضوع. الاخ عادل عمروج، اليوم كان انهزام ضد المنتخب المغربي الشقيق، انهزام حق نتيجه على الورق كل التكهنات كانت تصب للمنتخب المغربي، ولكن شفنا اليوم المنتخب التنزاني في اول 30 دقيقه كان اداء رائع وكان التزام تكتيكي، ولكن بعد تسجيل الهدف بكره ثابته تغيرت الامور. صحيح. يعني عندما تقابل منتخب قوي مثل منتخب المغرب، يعني لازم تقرا ألف حساب. الرابع مونديالي. تقرا له ألف حساب. يعني كل مدرب عنده نهج تكتيكي على حسب نوعيه اللاعبين. في بعض الاحيان الناس تتكلم على الخطط الهجوميه ولا التنشيط الهجومي. ما تقدرش تحل اللاعب مع منتخب مغربي قوي. لازم يكون عندك لاعبين اللي يقدروا يعني يواجهوا يعني نوعيه اللاعبين الموجوده عند الخصم. لو تقارن بين فريقين ما كاينش مقارنه، احنا لاعبين اكثر من لاعبين يعني هاويين يعني ينتموا الى البطوله المحليه التنزانيه، وبعض اللاعبين صغار اللي ينشطوا في الدرجات الصغرى من السفلى يعني في الدرجه السادسه في الخارج، اللي اعطت لهم فرصه ايضا في منتخب بلدهم. من ناحيه السن العمر منتخب تنزانيا اصغر يعني كما يقول معدل او تاع السنه في البطوله هذه. الاهداف مش مثل اهداف المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري والمصري والتونسي وايفوري كوست. يعني احنا الهدف تاعنا بناء منتخب قوي للمستقبل، لان في 2027 ان شاء الله. يحضروا يعني يتقبلوا كاس افريقيا استضافه الكان. استضافه الكان، ولهذا يعني صغرت كثير في العمر تاع اللاعبين. ربما انا ما راحش ندير نتائج كبار كبار كبار، ولكن المدرب اللي يجي بعدي حيلقى عمل كما العمل موجود كما درته في كينيا ولا في برودي ايضا بعد ما مشيت تاهلوا ان شاء الله تكون المدرب يا اخي. من 2027 ربي يعمل تاون ان شاء الله، فهمت؟ ان شاء الله. شبنا في افريقيا، حياتك افريقيا هذا الشيء، لان كل مدرب ومكتوبه ايضا، وكل مدرب الاتصالات تاعو. انا كي اتصلوا بيا الناس يعرفوا عقليتي، يعرفوا شخصيتي. في البارح نقول لك مش مدرب سهل، يعني عندي شخصيتي، والشخصيه هي تصنع وانا نصنع اللاعبين مش اللاعبين يصنعوني. كل مدرب كيف يعني، الحمد لله كما يقول لك المثل الشعبي، الله يجعلنا هابه والناس حطابه ان شاء الله. احنا رانا هكذاك جوست كوم مومون، وطيح مع افيك ان ايكيب كاين لاعبين اللي تقدر يعني انت يعني تغير في النمط تاع اللعب تاعك. هربنا على الموضوع اخ عادل، بقينا في المباراه. هل منعرج المباراه هو هذه كاع في المباراه هو الطرد؟ هذه كاع المباراه اللي تكلم لك عليها، يعني باش نفهمك يعني بصفه معمقه ولا بدقه على الفرق. على حسب كلامك هذه الدوره هي تحضيريه لمستقبل الكره التنزانيه. صحيح، هذا هو. ومنعرج المباراه الدقيقه 70. والله منعرج المباراه يعني صح، هو طرد تاع اللاعب هو اللي خلانا يعني شفناكم احتجتوا كثيرا على الطرد. انا احتجت قبل المباراه، احتجت ماشي حتى في المباراه دائما، لان وانا شاطر المنتخب الوطني في بعض الاحيان كما بالماضي شاطر الراي تاعو، لان مش دائما ولكن شاطر الراي تاعو على الحكم، لان تعرضنا كثير
تعرضنا كثير ويعني في بعض الاحيان لازم تحمي روحك، لكن كل واقع كما قلت هذه تمشي الامور هكذا. هذه هي افريقيا، هذه هي، هذا هو قانون افريقيا، هذه هي، لازم يفطروا بيبي قبل ما تعشى بهم. هذه هي إيه، ولكن ما نقدرش نقارنوا، يعني ما نقدرش نقارنوا هذه المنتخبات. كيف ترى مستقبل المنتخب التنزاني في هذه الدوره؟ هل الحظوظ ما زالت قائمه للتاهل الى الدور الثاني كثاني او كثالث في المجموعه، خاصه بعد النتيجه اللي خدمتكم اليوم، التعادل بين منتخب الكونغو ضد المنتخب الزامبي؟ ان شاء الله لا اكتبر به، ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله يكون فيها نديروا نتيجه، نحاولوا باش نديروا نتيجه كويسه. الانسان لازم دائما يكون طموح، يعني ما حتخسر والو، تكون طموح وتلعب يعني 100% طريقة ذكية، لأن من الصعب أن يعني تلعب مباراتين هكذا متتاليتين ولا ثلاثة بريتم عالي، لهذا لازم واحد يعرف كيف يعني يوظف المجهود تاعو في المباريات. المباراة ضد زامبيا ستكون مباراة صعبة، لكن غير مستحيلة، يعني مش مستحيلة. اوكي الشيخ عمروش، نروحوا إلى المنتخب الوطني الجزائري. واش رأيك في البداية المتعثرة ضد المنتخب الأنغولي؟ هل ما زالت الحظوظ وفيرة للمنتخب الجزائري؟ لا، ما زالت الحظوظ مش غير وفيرة. المنتخب الجزائري منتخب قوي، منتخب قوي. ما هو اللي كان ينقص المنتخب؟ شفت المباراة الأولى؟ كذب عليك ولا شفتها الكل، وأنا كنا في تدريبات، ولكن شفت الملخصات، ملخصات يعني حتى الهدف اللي يتلقاه المنتخب، يعني واش هدف اللي يقدر يتفادى، يعني يقدر يتفادى، ولكن حيرجع لان عنده لاعبين، وعنده لاعبين عندهم خبره، ونظن في هذه ممكن المباراه الاولى، هذا ما نتمناه، لان كره القدم تقعد واقع داخل الميدان. تكلمت في الكواليس، قلت لي لو كان عندي، كنا ربي يكون عندي لاشونس رئيس اتحاديه مثل وليد صادي، نعمل اكثر ما كما قلت لي مد كل الامكانيات. واش رايك في الامكانيات لمده الاتحاديه الجديده؟ شوف، تعرف وليد صادي؟ نسمع به، ما عندي تعرف، نسمع به على الاحترافيه تاعو، ونسمع به بلي ايضا مع الى يعني ناس محترمه، ناس خدامين، يعني ما ماشي انسان جا باش يربح في كره القدم، بالعكس جا هو باش يصرف في ضيع وقته. نعم، ضيع وقته، لا راه يخدم في بلاده. صح، يخدم في بلاده، والناس اللي عندهم نزاهه ومصداقيه مرحبا بهم. احنا هذوك اللي نحبهم يكونوا في البلاد، احنا نتمنى لهم النجاح، احنا نساندوا كل ما هو جزائري، اطار جزائري. كنت نتكلم على الامكانيات من قبل، صحيح لو يتوفروا لي الامكانيات هنا في منتخب تنزانيا مثل الامكانيات اللي في الجزائر، طبعا ما نعطيها لك، ماشي نروح كاس العالم وكاس افريقيا وكاع الكوز، لان تربوسات، الطائرات، الفنادق، فندق، حتى المنح ماشي بفلوس، كان فلوس كبيره، يعني تقارن بين اليوميه تاع اللاعبين تاع المنتخب واليوميه تاع ماشي. لكن مانيش نلمح، انا كما قلت مانيش نلمح المنتخب، وعمري ما نلمح المنتخب الجزائري، انا في خلاص خديت كما يقول لك قرار. تشتغلش في الجزائر؟ لا، مش في الجزائر، مش في الجزائر برك، كاين بلدان ان شاء الله، انا نطلب ربي ان شاء الله، لان تقول ما توليش ونكتب. وليت انا من قبل، من المستحيل كنت ندير في بالي نشتغل في شي نادي ما في حياتي، من المستحيل نلقي روحي في ندرب في نادي في حياتي ما كنتش دايره في مخي باش نشتغل فيه، لان يعني ما كانش كاع في مكاتب الله، مكاتب الله الانسان. ولكن ما عندي اي امنيه، ولكن نشاطر وندافع على كل ما هو جزائري، حتى يجي مدرب من كردستان يدرب المنتخب اللي يجيب الجديد للمنتخب الجزائري، نكون مشجعه ونشجع، لان نشجع منتخب بلدي، وحتى والله نشجع حتى المنتخبات العربيه الاخرى. يعني انا نفرح كي نشوف مدربين محترمين مثل مدرب المنتخب المغربي ركراكي، ما انسان محترم، محترم خلوق، محترم، حتى الطاقم تاعو، حتى اللاعبين كلهم احترام كبير، يصفحوا كل يعني الطاقم تاعي، وبعض اللاعبين جابوا حتى الاقمصه، عطاو اللاعبين تبادل، يعني هذه ما شفتهاش في بعض المنتخبات الاخرى. يعني كاين ناس اللي يستقبلوك بالشتم، كاين ناس اللي يستقبلوك بالامور، سبحان الله العظيم، انت واحد ربي تقول شوف انت على حسابك المنتخب المغربي او الجزائري تكون عندهم كلمه في هذا الكلام بين المنتخب المغربي والجزائري والمصري؟ ولكن المنتخب المغربي اليوم كان عنده حد كما يقولوا عنده حد افور، يعني اوفر لان فاز
النخل في ظروف مناخيه صعبه. صح. التعادل تاع المنتخب المصري والمنتخب الجزائري ربما راح يخلي اللاعبين الضغط ايضا يحفزهم، ولكن هذو المنتخبات ما تنساش منتخب تونس ايضا. منتخب تونس انهزم، ولكن منتخب التونسي دائما يرجع لانه يلعب بذكاء. حتى المدرب قادر، الناس تتكلم وتقول، ولكن مدرب ممتاز ممتاز عادل. يعرف يشتغل، عنده فكر تكتيكي، يلعب حسب الانسان، حسب الامكانيات اللي عنده. وحنا يعني ما تنساش دار باركور مليح في لاكوب دي مون، الناس ينساو خاصه عند العرب هذو الاعراب، ولا العرب باش يقول لهم هذو العرب تاعنا هذوك اللي فوق، لانه ينساو، عندهم الذاكره تاعهم، عندهم مشكل في الذاكره. لهذا نقول عندهم حظوظ. المنتخب التونسي يقدر يرجع، المنتخب المصري حتى موريتانيا تطور، منتخب تطور موريتانيا، مش من اليوم موريتانيا عندهم الاتحادية وفرت كل الامكانيات، الاتحادية حتى في الشبان اشتغلوا المنتخب الاتحادي الموريتاني اشتغلوا يعني بطريقة جيدة، والحق يلعبوا بطريقة جيدة. مدرب امير عبدو، مدرب شاب، مدرب يعني ايضا حماسي وعنده افكار، ومدرب جيد. انا نحب المدرب تاع موريتانيا امير عبدو اللي كان في جزر القمر، مهذب، ويعني مدرب ان شاء الله يكون عنده مستقبل كويس لانه يستاهل كل خير. ايضا اخر سؤال اخ عادل عمروش، ما هو مستقبل عادل عمروش مع المنتخب التنزاني؟ هل ستبقى بعد الكان ام حسب الاحداث الاخيره والتاويلات اللي تمشت في مواقع التواصل الاجتماعي، هل مصيرك مرهون بالنتائج الكان؟ تأويل يأولو يأولو كما يقولوا الناس المسلمين، يأولو ويأولو. ودي شوف مزية ما جاش العمل هذا في يدين شي ناس، وخاصة بالتوانا ما نقولوهاش. الحمد لله كل واحد معروف على مصداقية تاو، على احترافية تاو. أنا إنسان نشتغل في أي مكان، فهمت؟ عندي شخصيتي، عادي يعني السي في تاعي، الناس تعرفني، اللي عنده مشروع ندرس المشروع. انا مانيش نحوس باش نبان ولا حاجه كبيره، كيما واحد يخدم في البوسطه، واحد يخدم في طبيب، واحد يخدم في بيلوت. انا مدرب نشتغل في اي شركه لي يعني نخرج في امكانيه تاعي باش. ما جاوبنيش هل في العقد اللي سمديته مع الاتحاد الافريقي؟ لا، العقد تاعي يعني كنت حاب نريح 10 سنين، نريح 10 سنين. كنت معايا في بوتسوانا بعد التاويلات وكلمه، عرضوا عليا عرض حتى 2027 في 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 بوروندي 5 سنوات، في الكينيا 7 سنوات. يعني وين نروح الناس؟ الحمد لله عقل محمي، عقل محمي. انا ماشي الامر محمي، ربي هو الحامي. انا ما يهمنيش اسماء رزاق ربي سبحانه، رزاق ربي سبحانه. انا كرة القدم باسيون هاوية، يعني سيون باسيون، ماشي حاجة اللي لازم نحلل البريزيدون. شني عمري؟ الحمد لله عمري ما واحد توسط لي ليا ولا عمري. جيت وين اشتغلت؟ نهار بديت نشتغل 2000 وانا في افريقيا الى يومنا هذا، عمري ولا خدمت ماناجر ولا واحد وصل لي. اخر كلمه خاصه للجماهير الجزائريه، اليوم ساندتك كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت ساندك باش ان شاء الله تكون خارج سفير الكره الجزائريه، وان شاء الله تتاهل الى الدور الثاني، وتكون اول جزائري يتاهل للدور الثاني مع منتخب افريقي. اخر كلمه ان شاء الله. شو اخر كلمه؟ شي اخر كلمه، هذه كلمه للجمهور الجزائري. جمهورنا احسن جمهور في العالم. الله يبارك. احنا بلي ديفو تاعنا ومناح. ايوا الرحمه، احنا بلي ديفو تاعنا اوني با بارفي، مي ديفو اوني بليس كو بارفي. ميم في لي ديفو تاعنا احنا مناح، حتى كي تنرفاو مناح. صح. باسكو تنرفا 5 سنين بعد والله بصح يقول لك علاش ما قلتليش؟ فهمت؟ يعني شعبنا اللي سبيسيال. وتعرف مدى الحب تاعي لبلادي. سي ديفيسيل. باش نقول لك انا احساس تاعي، الحمد لله دائما. انا كنت معك اليوم صباحا قبل المباراه، شفت تشجيعات كثيره جاتك من الجزائر. شوف كل يعني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. والله غير شوف، هما مشكورين وهما يعرفوني ايضا في افريقيا، وانت تعرفني في افريقيا. انا كي نشوف الجزائر نفرح، حتى في تنزانيا نتلاقى بهم. شغل كل عائلة تاعي جاو جروب تاع السياح، ارواح والعندي تجي. نحب الجزائر، نحب بلادي، كل واحد كيفاش. انا يعني انسان تاع حي شعبي، نحب الناس. انا ولد كل الجزائر، تربيت في تيزي وزو، تربيت في دار العاصمه، في اكشن، نتكلم مع اصحاب غليزه، مع اصحاب وهران، مع اصحاب تلمسان، مع اصحاب تونه، مع اصحاب عنابه، يعني ما عندي تبسه. انا ابن الجزائر الكل،
ما كاش منطقه ما عنديش اصدقاء، ما كاش منطقه ما كنتش فيها، ما شو حتى وين نلعب تحت لقيت رحيم تيزي وزور العيب ليه لا غير لزان يتكلم على غير لزان يعني عاد السيت مال الحبسه اللي غنكملوا بها الحوار هي على الموت على الكلمه تاع العبسه في الجزائر هذو لازم يعطونا سينونيم تاع العبسه. الضجه اللي وقعت هذه ثلاث ايام عاولا لان بان على العنصريه على ترحيل واحد المناصرين بسبب فيديوهات غير لائقه، وشفنا باللي راك في افريقيا وطرف عشت افريقيا. انا واحد من الناس نحب افريقيا كثيرا، كل بلاد عندها لا ميثود تاع العيشه تاعها ثقافتها وميثود تاعها. حتى احنا في الجزائر عندنا التوارق عندنا البدو الرحل وعايشين كما يقولوا عيشه بدا تاع القدم هذيك ما كاينش. ما كاينش وليد بلاد تاعك خبير في افريقيا لقيت حاجه ضراتك ولا عبسه؟ انا الحمد لله عندي 24 سنه وانا هنا في افريقيا يعني نجول في افريقيا. ما عطيكش تصور بلا افريقيا ما تصورش عليها. احنا افريقيين واش نقول لك؟ انا مش فيهم غير الخير غير الخير. لازم تحترم الناس يحترموك. نقدر نتجول في افريقيا وانت عندك درايه بهذا الشيء. نقدر نروح من الكونغو لكينيا البوروندي رواندا تنزانيا نمشوا بلا فلوس نباتوا ناكلوا صح نرجعوا. الناس عندهم بشاشه، الناس يعرفوا يعيشوا في كوميونيتي يعرفوا يعيشوا اون كوميونيتي ما يحكموش ضيافين من ضيافين. احنا احنا ربما هذو الناس اللي تكلم عليهم عندهم لي بريجيجي دائما عندهم نقص فهمت ويحسبوا هما جايين يعرفوا كل شيء. انا ما نتبعش هذو تعرفني باللي ما نقرا لا صحافه ما نتبع لا مواقع واش يتكلموا ما يتكلموش. عمري ما ندخلش في هذو المواقع حتى التصريحات الخطيره قال لك لازم الجزائر تكون بين البرتغال واسبانيا. احنا ما نشوفوش بلي نص الجزائر بشره سوداء نص الجزائر مثل افريقيا السوداء. شكون اللي قال واحد الناس ربي لا بس الله يهدي مخلق كيفاش نكونوا بين البرتغال؟ لا خويا لا انا جيت لايطاليا علاش نروحوا البرتغال؟ كل واحد يروح انا غايب سبحان الله. احنا نص الجزائر بشره سوداء نص الجزائر صحراء. ايه يعني شوف شوف الاسمراني ولا رب العالمين يقول الا بالتقوى. فوالا احنا ما تنساش بلي احنا مسلمين. احنا مسلمين عيب ولا واحد يخمم هكذا ماشي غير عيب اكثر لانه يلحق يخالف واش قال ربي سبحانه. فهمت لي؟ انا نقول نطلبوا الهدايه ربي يهدينا ويهدي جميع الناس. الناس تلقى الناس في افريقيا والله الايمان اللي عندهم غير احسن منا. صح نعطيك 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 حكايه صغيره بين قوسين. كنت في بوروندي عندنا جمعيه تاعنا تاع ايتام مسلمين في بوروندي الى يومنا هذا. كان عندي واحد نهار لقيت كل البنات والاولاد هذوك ومن بعد شفت هذا الطفل هذا يا عبد العزيز نقول عبد العزيز بوتفليقه الله يرحمه ويسامحه اسمه عبد العزيز. درت لهم فطور كاع جاو هو لقيته واقف يعني بعيد قلت ربما عنده مشكل ديتيم عباك الايتام كيف طيب. حساسيه رحت غير بالعقل قلت له واش الرئيس انت الرئيس تاعنا ليبوك انا قلت له كيف علاش ما عجبتكش الماكله ولا خلي كوتش خلي كوتش ما تنساش انا نصوم دائما الاثنين والخميس. الله يبارك. عنده 11 سنه 11 سنه قال لي كوتش نسيت قلت له واش قال لي نصوم دائما الاثنين والخميس. الله يبارك. يعني تلقى ناس ماشي تاع تظاهر هذا يتيم في بوراندي 11 سنه ماشي زيو بلو بلون. الله يبارك. شكرا ربي ان شاء الله جعلنا من الناس تاع ربي يوفقك شيخ ان شاء الله بارك الله فيك افريقيا وان شاء الله نتلاقوا في الدور الثاني ان شاء الله ان شاء الله وفي كاش بلاد واحده اخرى دوك هو انا وياك دوك تلاقينا في بوتسوانا كينيا دوك نزيدو نتلاقوا هنايا في نعم نبقوا في تنزانيا خلينا في تنزانيا شابه تنزانيا شابه اروشا كاش بدا تحب تسحب الوار يحبوا كفالكو يحبوا تشبيكات اروشا ودار السلام ان شاء الله نزورك تما ان شاء الله ميرسي وتحياتي لكل متابعينا فنك دي زاد دي زاد لي واش نقول لك حظ موفق لكل المنتخبات العربيه في الكاس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه لابد ولابد. شكرا شكرا. طازج يرافقكم في كاس افريقيا بكوت ديفوار. طازج يرافقكم في كاس افريقيا بكوت ديفوار.